يا اهلا بيكم. هنكمل في الفيديو النهارده الكومبلكس ليست اكتيفيتي جوه الاندرويد توتوريال بروجكت. فهنا المره اللي فاتت عملنا المين منيو دوت اكس ام ال، النهارده هنعمل نيو اكس ام ال فايل اللي هو هنا هنقول اللي هو اندرويد اكس ام ال لاي اوت فايل، و هنسميه مين منيو ادابتر. هذا الشكل وهو هيكون linear layout. لو جبنا السورس كود بتاعه حاولنا نعمل bigger screen. في الحقيقة لو احنا كنا اتفرجنا على مجموعة الفيديوهات اللي كنا اتكلمنا فيها عن layout اللي هي اللي احنا بيبقى فيها image و list activity، فانا خدت الكود منها قريب منها جدا، اللي هو عشان ما نستهلكش وقت كتير في كتابة كل الكومبوننت ديت، فهي اوريدي احنا كنا عملناها في الفيديوهات اللي فاتت. لو مشينا بسرعة عن الفيديو هنا هنلاقي ان اول حاجة هيبقى فيه image view اللي هو عبارة عن، لو احنا جبنا هنا جنبينا الـ example اللي احنا بنحاول نكريت زيه، اول حاجة طبعا linear layout اللي هو وفي راب كونتنت الاثنين، وبعدين بعد كده الايمج فيو اللي هو الايكون الليفت ايكون، و هنا مدينا ايرور لان احنا لسه ما جبناش الايمج وحطيناها جوه الدايركتوري اللي هو الدرورابل. وبعدين بعد كده عندنا الاثنين التكست فيو دول اللي هم موجودين جوه اللينير انذر لينير لاي اوت اللي هم تحت بعض في فيرتيكال اللي هم شكل رأسي. النوع الاولاني اللي اسمه ليبل اللي هو زي مثلا هنا البوتون اكتيفيتي، والفونت طبعا الى حد ما كبير 30 بيكسل، السب ليبل الفونت بتاعه 15 بيكسل، وبنعمل هنا بادنج ليفت يعني بنسيب مسافة بس هنا ما بينه وما بين الايكون 10 بيكسل اللي هو بادنج ليفت ديت البارامتر. بعد كده كل الحاجات كل البارامتر دي احنا شفناها قبل كده. اخر بارامتر بالنسبه هنا للمين منيو ادابتر اللي هو الايمج فيو اللي هي هتبقى الرايت ايكون اللي هو موجود هنا على اليمين اللي هو الارو ده. فاحنا بنحاول طبعا اللي احنا نكريت اول حاجه الليست اكتيفيتي. احنا عملنا طبعا الليست اكتيفيتي بالايمج في مجموعه الفيديوهات اللي فاتت، فعشان كده هنمشي بسرعه شويه في الفيديوهات هنا. لكن في نفس الوقت لو حد عايز يكتب الكود انا احاول مثلا ممكن نوقف، لو حد بيتفرج على الفيديو ممكن يوقف الفيديو هنا لحد لاين 36 وبعدين ممكن يكتب الكود ده، وبعدين في نفس الوقت من لاين 36 لحد لاين من 36 لحد لاين 45 ده الجزء الباقي هنا. ده اللي انا كنت عايز اقوله في الفيديو النهارده. انا شاكر جدا لمشاهدتكم الفيديو ده، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.